في رسالة يوحنا الأولى بيربط الولادة من فوق، الولادة الجديدة، بالمحبة. إذا أنا ما عندي محبة معناته أنا ببغض أخي، وإذا أنا ما عندي محبة مكتوب يبقى في الظلمة، يبقى في الموت، لم يبصر النور. فالموضوع خطير جدا، لأنه دايما الشخص اللي بيؤمن بيسوع المسيح وبتتغير حياته، أنا من لحظة إيماني أخت رشا، من لحظة إيماني أنا ابتديت أشهد عن يسوع المسيح. لما بيسألوني وانت ابتديت بالخدمة بقولهم من لحظة إيماني أنا ابتديت أشهد عن يسوع المسيح. فإذا الموضوع كتير مهم، وفعلا عم في يعني تحذيرات كتيرة في هذه الأيام إنه عن الكنيسة تنهض، تصحى، تقوم وتعمل دورها. الكنيسة مثل عملاق نائم، فتخيل لو هذا العملاق صحي شو بصير في العالم. فإحنا محتاجين نصلي وربنا فعلا يحرر الكنيسة من روح السبات. أنا عم بختار الكلمات، مش سبات، روح السبات. روح السبات روح شرير، اللي بيخلي ال- 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 الحالة مسترخية، مستريح، مش عم بشوف بالعين الروحية الاحتياج الموجود في هذا العالم. طبعا الرسول بولس قال عبارة كتير كتير مهمة: إذ الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لا أبشر.